تعبان قلبي على البشر كله، نسوانها ورجالها، كبارها صغارها وشايلين حمالها، واللي زرع فينا البلاوي وهج وتخلى، عتبان قلبي على البشر كله. أسمر اللون، هل أسمراني تعبان، هل قلب خيول هوى أحرمني. ولا من تحت الطربوش، ولا نركع عبابوج الايد اللي بتطعمينا، كله من ايدينا يا حصر علينا، كله من ايدينا يا حصر علينا. قوام على الطبور، حطه وتعخد واحد غيره. يلا قوام. اي شباب، بتنزلوا له الابجواد 40 كيس قمح وعشرة شعير وثلاثة عدس، وعلى الحارك على أرضه. يلا همي. الله يعطيكم العافية. شو أخي، شايف دفتر ديانات أبوك شاغل بالك كتير، شو الحكاية؟ والله الدفتر رح ياخذ لي عقلي من كتر حقوق أبوك على هالناس اللي ما عندها ضمير. ما قلت لك هيك لك أخي؟ وأنا هلأ صدقت إنه الدين ما رح ينفعنا، وأنا موافق إنك ما تبيع حدا إلا شندي. أحسن أخي أحسن، هيك راسنا بيرتاح. تعرف عم فكر اخذ عناوين هالديانة ولف عليهم واحد واحد، بركي بيزوق على دمهم وبيدفعوا اللي عليهم. لا وتشد ايدك ولا تعذب حالك منوب، لانه يلي عنده ضمير اخي ما حيستناك لحتى تروح لعنده وتطالبه، هو اللي لازم يلحقك ويبري زمته ويريح ضميره. اخي انا ما رح اخسر شيء، رح اجمع اساميهم على ورقه ولف عليهم، يلي بده يدفع كتر خيره، واللي ما بده يدفع منه لربه. بس وينك يا جمال؟ يلي بدك تجمعه من الديانة بده يفوت على مصاري الورثه، وقتها لازم يتقسم على الكلها. ايوه معلوم اخي معلوم، هذا حق الكل طبعا، لانه نحن ما بناكل حق الحريمات منوب اخي منوب. ليش هيك عم تطلعي فيني؟ لك ليش ما عم تردي شو عم احكي مع حيف انا؟ لا تردي، هلا ماني فاضي لك، بس ارجع المسا فرجيكي. بدك تقلعني من بيتك يا صبري؟ ها؟ ليكك بتعرفي تحكي كمان؟ أنا ساكتة صار لي سنين، كنت لازم أحكي من زمان، بس هلأ ما عاد تفرق إن قلعتني ولا خليتني هون. هاتي لشوف سمعينا، شو بدك تقولي؟ بدي أقول إنك سرقت لي ورثتي اللي طلعت لي من بيت أهلي،
وانه انت اللي ما بتجيب اولاد مو انا. بس انا ساكت عليك وصابرك لهالسنين لانه شو؟ لانه بحبك. ايه بس انا ما بحبك ولا بطيئك، ومن اول ما تجوزتك لهلا ما في لحظه حسيت حالي اني متجوز، ولاني مسرور بوجودك، ولاني مرتاح معك. وبصراحه انا تجوزتك شفقه، ولولا العيب وما يحكوا علي العالم كنت من بكره زتيتك لبرا وقلعتك. ولوين بدك ترميني؟ عزقاء؟ اصلا انا بعرف ليش بدك تتجوز بنت رشدي بيك. وليش بدي اتجوزها بقى؟ اكيد مو مشان تجيب اولاد، لانه انت ما بتجيب اولاد اصلا. لك حاجه تقولي ما بجيب اولاد؟ لك حاجه تقولي هالكلمه؟ ايه ما بتجيب اولاد، وبس بدك تتجوزها مشان ابوها يساعدك. شو هالحكي؟ وكيف بقى بده يساعدني؟ بده يساعدك بتطليع الذهبات من دكانة أبو شريف. وانت شو عرفك وليه؟ سمعت أبوك هو عم بيوصيك قبل ما يموت، وبالعلامة في 1000 ذهبة. شو؟ تاريكي مانك سهلة لك عطور، مانك سهلة بنو. وبعرف كمان إنه رشدي شريكك بالذهب. كمان؟ أنت شو بدك بالذهبات؟ ما زال الله منعم علينا وكافينا كل شيء. بدل ما تضيع جهدك على الفاضي، روح شوف لك شي حكيم تتداوى عنده، بلكي الله بيطعمنا اولاد بعد كل هالنطره. بصراحه كل شي قلتيه عطور مزبوط، بس انا بالاول لازم طالع الذهب من الدكانه. يعني بدك تتجوزها وترميني برا؟ لا شو ارميكي، اعوذ بالله. بس القصه وما فيها اني بدي اتجوزها هيك مده قصيره وبس. هلا ماني فاضي اشرح لك ليش، بالليل بس ارجع بحكي لك كل شيء. لا تنامي لارجع. ماشي. والله مشتهية صدقك مرة واحدة بحياتي يا صبري. ايه صهري. صبري يا فندي، هاي سنة تمليك الدكان صار جاهز، تفضل وقع. على اليمين توقيع حبيبي. ان شاء الله الف مبروك يا جماعه، سمعونا الفاتحه على نيه التوفيق. وين العروس؟ يلا. بابا ويدال، ويدال يلا. ان شاء الله الف مبروك يا جماعه، بالرفاه والبنين ان شاء الله. الله يبارك فيك شيخنا. مبروك مبروك. مبروك. الله يبارك فيك عقبال اولادكم ان شاء الله. تفضلوا سيدي، تفضلوا تفضلوا. تفضلوا سيدي. تفضل سيدي. تفضل شيخي. الله يسلم هديات يا رب. خلص. كل شيء عم يهرب مني لك ويدات. خلص. صرت مثل المية بالخربال. شيخي سأل صهري صبري افندي امتى بده يساوي، انا ما دخلني. ولو يا عمي شو هالحكي، انت الاصل. ايه بس بدنا نعرف امتى العرس صبري افندي، بدنا نفرح فيكم. والله انا مفكر يعني هيك بعد شي اسبوعين زمان، ما بعرف شو رايك عمي. انا ما عندي مانع ابدا يا صهري. ويا ترى وداد خانم بتوافق بعد اسبوعين، ولا اذا بتحب نخليه الخميس الجاي؟ صهري
انت حدد موعد العرس وبنتي وداد ما راحت لك. لا اذا هيك العرس الخميس الجاي ان شاء الله. يا سلام يا سلام يا صبري افندي، والله برحتني. ان شاء الله الف مبروك يا رب. الف الله مبروك. الله يبارك فيك ان شاء الله يا سيدي، وانا موافق. دائما كنت حاول اني اخذ دكانة ابو شريف، وكل مرة بحس انه هيك صايد قريبة من بين ايدي بيطلع لي رجلي بيك وبيطيرها بيمنعها عني. عشان هيك عم تحاول تتقرب منه عن طريق جوازة بنته؟ لك صفنت لحالي هيك قلت يا ولد يعني ليش ما هيك بتجيبه لصفك لرجلي بيك وبتكشك شو هيك بشوية ذهبات. بعدين طلع هدول ذهبات جدي، ليش لحتى ياخذهم هو؟ هدول من حقي انا ولازم رجعهم، وما في طريقه غير اني اتجوز بنته. يعني بصراحه هيك بدك تقولي يعني جوازة مصلحه؟ ايه اذا رح تتجوزها موقتي انا بقبل، لانه انا ما بحب الضره، وطالما جوازة مصلحه يعني مو جوازة رسميه. لا اعوذ بالله، شو جوازة رسميه؟ جوازة مصلحه طبعا. بس نسيت كل مره شو كنت تقلي. شو قلت لك انا؟ قلت لي انه وداد خانم رح تكون الكل بالكل بهالبيت، وانا رح كون خدامه عندها، يعني انا ولا شيء، وبدك ترميني بزقاق. وفوق هذا وكله قلت لي انه انت ما بتطيقني. لك لا، يعني انا بكون متضايق وطالع خلقي، هي كل القصه. مني انا؟ لك لا مو منك. لك خلصنا عطور، خلصنا، اعتبرينا نحن اولاد اليوم، انسي كل شيء راح، وصدقيني بس يصير الذهبات بين ايدي، اي والله لعيشك احلى عيشه، واقول لك احلى كلام، لك خلصنا بقى. وداد؟ لا وداد يعني رح تقعد معنا هون موقتي هيك لبين ما يطلعوا الذهبات، وتاني يوم بوعدك اني رح طلقها بالثلاثة. ايه مازال هيك؟ شو رايك اذا ساعدتك تطلع الذهبات؟ وشلون بقى بدك تساعديني؟ مفتاح دكانة ابو شريف معي. شلون شلون؟ هاد يا سيدي كنت عم نضي بغرفة المرحوم أبوك، فتشت بكل الجياب تبعه قمت لقيت مفتاح وصك البيع. وكمان تبع البيع؟ وينه؟ هات يلا شوف. هاي مفتاح. لك هي ورقة بيع الدكانة. لك مزبوط. طيب المفتاح، مفتاح شو عرفك انه هذا مفتاح الدكانة؟ شو عرفك؟ انا تأكدت منه بمعرفتي. شلون بقى؟ بعتت جارتنا عفاف وش الصبح بدون ما حدا يشوفها، راحت جربت المفتاح قام اشتغل. الله لا يعطيك العافية على العملة. ولك هيك فضحتينا شغلتنا كلها. ليش؟ والله ما فضحت شيء. شلون؟ أنا ما خبرت عفاف ولا شيء ولا شيء عن الذهب، وحياة الله ولا شيء. منين أنت معك المفتاح وليه؟ منين أنت معك المفتاح؟ من يوم ما مات أبي ما هيك؟ لا يعني بعدها بكم يوم. لك الله يعدمني إياك يا بهيمة، ولكن طلعت الذهبات من دون ما يصير أي مشكلة، من دون ما حدا يدرى، روحي الله لا يوفقك. والله كنت أقول لك. خلصي وليه؟ خلصي. أمرك أمرك. اسمعي ولي عطور، إذا بيطلع حرف من تمك لسانك بقصه، فهمان علي؟ والله ولا كلمة ولا كلمة لحدا. ولك تضربي أنت واللي تجوزك، الله يخلصني منك. كيف بعرف لي حمى سمعت اللي قلت له؟ مشان الله يا أبو راشد لا تنسى تمرق لعند التحري لحتى تعرف ليش بدهن عجاج. والله ما بعرف يا أم عجاج، ما بعرف، صدقيني حاسس إيدي مربطة تربيط مشانه. شو يعني يا أبو راشد؟ هلا خلينا نستنى، خلينا نستنى لحتى نعرف ليش بدهم اياه، لازم نستنى. يا لقامتي وعجاج. عجاج خلي عند خاله هلا، وعم فكر يدخل على بنت خاله اليوم. شو؟ يدخل على وجهها اليوم وبدون ما نساوي له عرس؟ لا والله ماني رضياني، ماني رضياني منوب. الله يرضى عليك يا ام عجاج، فهميني حبيبتي، فهميني. مالي قبلاني ابو راشد لا تزعل مني، مالي قبلاني، شو الحكي؟ ابني وحيدي يدخل على خطيبته بدون عرس؟ اسمعيني يا معجاج، اسمعيني وفهميني، ليش بدي اياه يدخل على بنت خاله اليوم؟ ليش؟ فهمني ليش؟ ما بدي عجاج يكون ثقيل على بيت خاله.
الله يسامحك يا ابو راشد، انت بتعرف انه اخي ابو شبلي بيحبه كثير العجر، وعنده ياب مقام ابنه الله يرحمه. ما اختلفنا يا معجاج، ما اختلفنا. هلا الولد قاعد ببيت خاله، واكيد الكل متلبكين فيه. اما اذا دخل على بنت خاله، ابو شبلي ساعتها بيرتاح وبيتركهم وبيروح وهو مطمن. يعني فهمت شو قصدي؟ طيب ماشي فهمت عليك، بس اللي ما فهمته ليش ما بدك تساوي له عرس؟ يا عيني يا ام حجاج، مين قال لك ما رح ساوي له عرس؟ رح ساوي له عرس بس بين بعضنا بدون ما حدا يدرى او يحس. هون عنا بالبيت؟ لا عند خاله بدوما. قولي على قلبي عليك يا بني، شو حظك معطر؟ حتى العرس ما حنساوي له اياه على تأنينه. خلصنا معجاج، خلصنا، شو بكي؟ يا الله وكيلك، الله وكيلك، متى ما خلصت مشكلته العجاج لساوي له عرس مطنطن بكل الميدان ما حدا سوا مثله. وهيك بنكون دسيناه وداد بنت رجدي، وساعتها بلكي الله بيدعمه ولد، وساعتها بنفرح كلياتنا. ولا انت ملك ناوي تصيري الست يا معجاج؟ والله من قلبي وعيني، ناطف قلبي على ما يجي هاليوم. لكان قولي انت انك موافقة لحتى روح احكي مع خاله هلا. موافقة وأمري وصبري لله، بس ما بتروح إلا رجلي على رجلك. ها تكرمي، قومي البسي ولايتك لحتى نتيسر على بكير. على راسي يا تاج راسي. أبو مروان الطحان بدها منه 17 ليرة ونص. حلو الكلام. أبو مرزوق، مين هذا أبو مرزوق؟ أبو مرزوق؟ آه عرفته. أبو مرزوق قديش بدنا منه؟ 53 ليرة؟ والله صارت هذيك الحسبة. الله يرحمك يا أبي، الله يرحمك، ليش تركتهم لهلأ؟ هلأ رح تلتقلي بهذا الدفتر كل نهار يا جمال؟ يلا أخي يلا، بقياني شوي وبنقول كل أسماء اللي بدنا منه مصاري. لك يا أخي صلك يومين حاطت دابك من دابه لهالدفتر، ولهلا ما كنت تخلصنا الأسامي اللي بدنا منه مصاري. لك يا أخي قوم شوف عنا شغل، الله يرضى عليك قوم. اليوم اليوم بخلص بإذن الله أخي. يلا بسرعة أخي، بسرعة أخي، عنا شغل. وينكم يا شباب؟ يلا أخي أوام، يلا على السريع. يلا أخي لفوه، هذا طلعوا. قرب لي قلّا بتطلع لي هذا لفوه على الأخير. أوام لشوف همّة يا شباب. يلا أخي يلا الحقوا الحقوا. يا شلوب أمرك. وين زكريا وسليمان؟ وينهم؟ سيدي ما أنت بعتهم وأنا ما بعرف وينهم، بس إذا بدك بجيب لك ياهم هلا. منين بدك تجيبهم؟ منين؟ من البستان سيدي. إيه إيه والله ضروري، دور عليهم ونجيبهم. بأمرك سيدي بأمرك. شلهوب. نعم سيدي. هلا شلهوب أنت بالبيت، يعني عندك جرادين جرزان يعني؟ لا ما عندي. أوف، يعني ولا واحد؟ قصدي كان عندي بس ماتوا. شلون ماتوا؟ بسيطة، حطيت لهم سم ماتوا. غريبة، أنا الجرادين اللي عندي ما عم يموتوا، مع أني عم أحط لهم سم بالأكل هيك النوع المفتخر بس على الفاضي. هو سيدي يمكن، يعني يمكن السم اللي عم تحط لهم إياه مو أصلي، أو إنه جرادينك كبار كتير كبار بدهم سمكن لحتى يموتوا. مزبوط يا شلهوب مزبوط، أنا عندي بالبيت جردون كتير كبير عم حط له السم بالجوز واللوز وبياكله. تاني يوم شوفه قدامي عم يطلع فيني مثل الوحش الكاسر وما عم بيموت. اي سيدي ولا يهمك ولا يهمك، دبارو عندي، أنا رح أجيب لك له سم نقطة صغيرة رح يقلب على قفاه يا سيدي ويدعي لك. ظريف يا شلهوب انت، ظريف. ايه ظريف، هيقلب على قفاه ويدعي لي. خدامك يا سيدي خدامك. ايه اليوم بتجيب لي اياه؟ ايه تكرم عينك يا سيدي. بسرعة. امرك سيدي. سيدي وزكوا وسلموا عجاج، شو؟
اتركهم هلا شوي، لان الجردون اللي عندي بالبيت اهم منهم يا شلهوب. امرك سيدي امرك. طيب اهلين ست بهيجه. اهلين ست بهيجه، ولك شبك بشو صافن انت؟ ما في شي ما في شي، ما انتبهت لك لا تواخذيني. ايوه يلي اخذ عقلك تقبرني. ايه شبك ليش هيك زعلان؟ ما في شي ما في شي ما في شي. لا في شي، انت زعلان لانه ابوك ما بده يجوزك مو هيك؟ ايه لا انا مو شانك مقروق. ايه بلا كذب سطيف بلا كذب. انت الحق عليك يا ست بهيجه، الا هلا ما لقيتي لنا بنت حلال. انا؟ ايه انت. ليش ابوك ما قال لك؟ شو بده يقول لي؟ شفت لك بنت، بنت عالم مقصود وبتاخذ العقل، بس ابوك مو عاجبته يا بعدي. ايوه مين هي؟ يعني ابوك ما قال لك. شو بده يقول لي؟ لا هي بعت له حمى شو كرنيب. شو؟ عم اقول البنت اللي شفتها رح تعجبك كتير كتير، بس ابوك ليش ما عاجبته ما بعرف. ايوه مين هي ست بهيجي؟ اميرة. أميرة بنته لأبو راشد البغجاتي. أبو راشد البغجاتي؟ أخته لعجاج حبيب قلبك. إيه إيوه من أمه وأبوه كمان. إيه أخته لعجاج. وليش مالك مصدق سطيف؟ سبحان الذي خلقها، شو مرباية وترتيبها وأكلها بياخد العقل، مو هيك سطيف؟ إيه والله يا عمي، والسبع تنعام من هيك عيلة، بس يعني ليش أبي ما بده يجوزني إياها؟ أنا بدي يجوزك وحدة بيضة شقرة عيون خضر طويلة وشعرها طويل، حاطط لي شروط بتعجز عنا شياطين الأرض. تقول ما بدي يجوزك يا سطيف؟ والله وأنا هيك شايف. يعني أنت موافق على بنته لأبو راشي؟ شو موافق؟ لقى أنا بحصل لي الشرف، بس بدك كنن يوافقوا. يه تقبرني؟ وليش ده حتى ما يوافقوا؟ سبحان الذي خلقك، رجال بتاخد العقل معدل وشغيل، الموافقة اتركها علي، المهم أبوك هو يلي يوافق. يلا يا شباب، بدنا همتكم يا شباب اليوم، يلا أوام أوام على الطنبر، يلا حبيبي يلا يلا تعال عندي تعال. استنى أخي شوي، يلا حبيبي يلا أوام على السريع. شو استنى تعال لعندي تعال؟ أخي استناني تكي أوام على الطنبر وتاخذ غيره، يلا شرف لعندي. تعال شوف أخي تعال. لك يا أخي شو بدي شوف هلا؟ روح لك يلا. شوف هون تعال أخي. لك أخي شو بك شو بك؟ لك شوف هون. وين هون؟ هون 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 أخي إقرأ. أبو عرفان الأعرج لي بزمته 10,000 ليرة. وليه؟ ولك هدول 10,000 ليرة؟ يعني هدول بيشترون لنا بايكة تانية لك جمال؟ ما هنن حق البايكة القديمة تبع أبوك. إن شاء الله هي البايكة اللي بايعها أبوك من 10 سنين. هي بذاتها أخي بذاتها. العمى العمى، 10,000 ليرة ماله الإقلال منوب؟ طيب من وين بدنا نجيبه لهذا أبو عرفان الأعرج؟ والله بدنا نسأل عليه. طيب ليش أبوك كان ساكت عليه كل هالسنين؟ والله ما بعرف يا أخي ما بعرف، بس لازم نعرف وين أراضيه لمشان ناخد حقنا وحق إخواتك البنات. حاكم المبلغ مو قليل أخي وما بينسكت عليه. سيدي بدك تدير بالك منيح وانت عم تحط السم للجردون، تغري بدك تغسل يديك بالمي والصابون شي أكتر من مرة. أوف كل هالقد قوي؟ ايه انا قوي يا سيدي انا قوي. نقطة واحدة منه يا سيدي بتخلي البني ادم يسلمها. يا لطيف. ايه والله يا سيدي. منيح اللي قلت لي يا شلهوب، كنا رحنا فيها. ضروري تعرف يا سيدي ضروري تعرف، لأنه هذا السم بيستعملوه للكلاب المسعورة اللي بتقض يا سيدي. يعني بهذا السم رح ارتاح من الجردون اللي عندي وبخلص منه. ايه سيدي وما تشوف وشه نهائيا، بس بدك تدير بالك يا سيدي اكثر من نقطه لا تحط مشان ما يبين عليه للجردون. عم شو مشيها؟ شايفه بيت ابو راشد مطلشين علينا. شو بدك منهم ياما؟ بدي يبعثوا لي مصاري. مشان شو المصاري؟ مشان بناتك ياما، بناتك بدهم اكل وشرب وخراجي، وانا ما عاد معي مصاري، منين بدي اجيب لهم؟ الله ما بيسعنا يا عم. اي بعدي اسمه الله،
بس لازم يعملوا لي خرجيه لك ولبناتي. مالي عرفانه ليش مطنشين الجماعه، مالي عرفانه. وكيف بدنا نقول لهم انه بدنا مصاري بعد كل اللي سويناه معهم؟ هلا شو دخل هي بهي؟ انا كنت عم بحكي هذيك لمصلحتي، بس هن الجماعه ما بدهم يعملوا لك قدر وقيمه، بس هدول بناتهم مجبورين فيهم هلا وبعدين. طيب مين بده يروح يقول لهم انه بدنا مصاري؟ ليش نحن خلينا قلنا بحب الحارة كلها؟ الست بهيجة وأم عجاج وحماتي كلهم قلعين تقليع من عنا، وراشد وعجاج اتهمتيهم إنه خطفوا الأولاد، ولولا مانو عمي قلبه كبير بحياته ما عاد بعت لي البنات لهون. هلأ رح تعملي لي قصة طويلة عريضة مشان مين بده يروح لعندهم ويطلب منهم مصاري؟ ايه أنا بروح يا أختي، وإذا ما بدهم يدفعوا ساعتها يجوا ياخذوا الأولاد يضربوهن وياهم. هي هيك قالت لك يا بي؟ ايه يا بي هي هيك قالت لي. ها وانت شو رايك؟ انا يعني مثل ما بدك، مثل ما بدك يا بي، مثل ما بدك. ايه بس انا ما رح اجوزك ياها. ليش يا بي؟ لانه عم يقولوا الها وحمة اكله كل وشها، وانا يا ابني ما بدي اياك تزعل مني على هيك جوازي. يا بي يعني هلا نحن وين بدنا نلاقي وحده حلوه وطويله وعيونها خضر وشقره مثل ما طلبت من الست بهيجه؟ الست بهيجه قالت لك انه انا هيك طالب منها؟ ايه يا بي هي هيك قالت لي، وبصراحة أنا بدي إياها، بدي إياها يا أبي، حتى لو كانت إلها وحمة، وخلي الشعرة الطويلة الحلوة لحدا غيري. يا ابني المرأة الحلوة بتسر الخاطر وبتنسي الواحد تعبه، وأنا ما بدي إياك تعيش نكد مثل ما عشت أنا مع أمك. ليش شبه أمي يا أبي؟ والله أنا من الأول بدي لك يا صغري ما بدنا الخطبة تطول، خلينا نفرح بعجاج على بكير. الله محييك يا أبو شبلي، الله محييك. إيه والله لا أعمل له عرس ما صار بكل دومة. لا لا دخيلك يا أبو شبلي، عرس ما راح نساوي له، شنو ما بدنا حدا يعرف إنه هو قاعد عندك بدومة، يعني مو وقت هلا. معك حق، معك حق يا صغري، بس إلا ما أعمل له عرس، وهذا دينه برقبتي. كفو يا أبو شبلي. شو يا أبي عجاج؟ موافق على الكلام اللي قاله خالك أبو شبلي ويكون عرسك بعد بكرة؟ معلوم يا أبي معلوم، أنا ما بقدر أقول لا. لكان توكلنا على الله يا أبي، توكلنا على الله، وبعد بكرة راح روح جيب أخواتك قام واحد من الحارة ونعمل عرس على قده، وبعد ما تنتهي مشكلتك إلك علي لعمل لك عرس بالحارة مطنطن طنطنة ما تطنطن مثله. كفو. الله يخلي لي اياك يا ابي ويديمك فوق راسي. ربي يخلي لي هالمسا يا حق. شنو وديات؟ بدي اعرف شو جا عبالك تشرب القهوة معي مثل هلا ابن عمي؟ ما في شيء بس حابب اسهر معك اليوم. ربي ما يحرمني من سهراتك ومن قعداتك. تفضل حبيبي. بدي ازعل منك عطول. حدا بيجيب قهوة ما بيجيب معك كاسة مي؟ يي 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 لا تواخذني والله الفرحة أخذتني. لحظة لحظة بتكون عندك. إيه بدي أخلص منك بقى. لا 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 خلي السم لبعدين لبعدين. تفضل روحي ريت مجاري الهنا. السلام عليكم. وهنا قلبك يا حبيبي شو بيقوي؟ أهلين رمزية. صباح الخير. صباح الورد. الله يسعد لي الصباح يا رب. صباح الخير. صباح الخير بابا. صباح الخير. بسرعة سوي لنا قهوة يا رمزية. حاضر. فايت أختي؟ لا لسه نايمة. إيه إيه خليها تشرب القهوة معنا. إيه على عيني. أبو أيوب رطلين سكر أحمر رطلين. مرحبا أبو سطيف. أهلين ست بهيجة. أهلين. أهلين ست بهيجة. وليش هيك عم تقولها بدون نفس؟ أنت بتعرفي ليش هيك ست بهيجة؟ بتعرفي؟ بعرف وماني خايفة، وسبحان من وفق راسين بالحلال على مخدة واحدة يا أبو سطيف. بس أنا قلت لك ما بدي جوزو ياها لبنت أبو راشد، فهميها بقى ما بدي جوزو ياها. روح روح
والله غلطان وما بتفهم. انا ما بفهم بعد هالعمر ست بهيجه واجدب كمان. لا تطولي سالك علي ست بهيجه، انا من غير شيء ماني طايق قصتك. ها اسكت اسكت، صحيح انك ما بتفهم، ولك حدا بيصح له انه يجوز ابنه لبنت ابو راشد وبقول لا يا فهمان؟ ايه انا لما بقول لا ما بدي جوزه بنت ابو راشد يعني ما بدي جوزه بنت ابو راشد. انت شو لك عندي؟ لانه مو ما بدك. لك ايه ايه بدي جوزه واحده بيضة شقره طويله وعيونها خضر، فهمتيني ولا عيدها؟ وكمان الجمال مو كل شيء يا ابو سطيف. اختي انا هيك وعقلي هيك. هلا انا بدي اسالك سؤال، انت لما تجوزت مرتك كانت حلوة شي؟ أنا منشان هيك ما بدي جوزها لبنت أبو راشد لأبني، ما بدي حظه يكون مثل حظي. بسيطها بالحارة كان بيرفع الراس، سبحان الذي خلقها على رتابتها ونظافتها وتربايتها لأولادها. نسوان الحارة كلهم كانوا يتعلموا منها الطبخ بما فيهم أنا، ولا أنا كذابة يا أبو سطيف؟ والله عم تحكي مظبوط يا ست بهيجة، بس ليش يعني ما يكونوا كل هالصفات مع شوية حلاوة؟ ليش؟ لك مين قال لك انه اميره بنت ابو راشد ما نحوه؟ امين انا بعرفها وشايفها كمان لبنته لابو راشد. منين بتعرفها؟ وين شفت وشها؟ بعرفها لما كانت صغيره تيجي تشتري من عندي ضامه مدقوقه وملضمينه، كنت اقول سبحان الذي خلقها، يا ترى رح تكون نصيب مين هالبنت؟ وهذا الحكي من امتى يا ابو سطين؟ من شي 20 سنه. إيه تعال شوفها هلا قديش صايره حلوه، تعال شوفها هلا يا عديم النظر. صارت حلوه؟ وشلون صارت حلوه؟ يعني مو حلوه حلوه مثل ما بدها، بس صايرة مقبولة. هلا امينة من هالسيرة من هالكوانة، قولي لي شو بدك طلباتك؟ يعني ما عجبك كلامي يا ابو سطيف؟ كلامك على عيني وراسي، بس هلا ما رح اجوزه، اجلت له اياها شوي. ايه تصطفيت. قولي يا ابو شريف، كيف احوال الحارة؟ مثل ما لك شايف كل اهل الحارة عم يسألوا شو عامل عجاج لحتى عم يلاحقوا التحري من القرنة. هلا عجاج مهم كل هالقد بالحارة حتى اخذين له كل هالأهمية؟ ليش هو مو واحد من الحارة سيدنا؟ هلا إن كان من أهل الحارة ولا من برات الحارة، التحري بده إياه لأنه عامل عملة كبيرة وما حدا دريان فيه. دخلك شو عامل؟ عامل شغلة كبيرة كتير وبتمس الحكومة. يا لطيف. إيه لك؟ هذا اللي كنت عم أقول عنه أجدب وعلى البركة، طلع ذكي ومانه أجدب وعم يشتغل ضد الحكومة مع كم فلعوص مثله. أنا بذات نفسي ما قدرت أتدخل وما قدرت أسألهم شو عامل هالحقير يلي أنتو حابينه. أوف 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 كلالات. لك إيه وأكتر من هيك، ولو تشوفوا هلأ لأسلخوا كفين أعملوا عيونه على قد قلبي من مليان منه هالحقير. ليش الغدر والحقد عب الكاس والآدمي كل يوم عم ينداس؟ هاي صامعين الصوت وين الناس؟ صار الأصيل حارته سواح، يا ترى يا ترى نرجع نتلاقى وتكبر فينا محبتنا حبايب ما فينا عايب، وعز الحارة بنخوتنا والمساكين الحناين يلي حزنهم فيهم ساكن واللي صبرهم ما له حدود بيضلوا دربهم مسدود، ولا أملهم ما خاب وحلمهم راجع بعد غياب ورح بيضلوا اخوتنا. بتعرف يا ابو شريف، بتعرف انه انا مالي قلب اطلع من هالدكانه على قد ما عم شوف حالي مرتاح فيها ومبسوط. الله يبسطك يا سيدي. يعني من يوم ما اشتريتها من ابو صبري ولساتها على حالها، الحيطه السقف الارض لك حتى الريحه ريحتها عم شم فيها ريحه جدودنا الله يرحمه. ايه يا دنيا مالك امان لحدا. المهم ابو شريف اوعك تجدد فيها اي شيء، خليها على حالها هيك مثل ما هي، حيطانها سقفها ارضها ليك حتى الريحه، خليها الريحه الحلوه فيها. ايه ابو شريف ان شاء الله سيدي ان شاء الله. بدك شيء؟ لازمك شيء ابو شريف؟ بس بدي سلامتك يا رجدي بيك. الله يسلمك. شرف سيدنا. يا أهلين وسهلين. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك سيدنا الله معك. لكن شو قصة التاني هو وجدوده العم على القصة؟ لك ليكون التاني صار بده الذهب اللي أنا طالته من الدكاني. لا أنت التاني رجدي شو عرفه بقصة الذهب؟ لك ليش بده دكاني مني؟ شو؟ شو عم تقول أنت؟
الله وكيلك، الله وكيلك هذا اللي صار يا انس ويداد. طيب هلا وينه؟ هربان من الحارة وما عم يقدر يفوتها. يا لطيف يا لطيف، قد زعل يا انس ويداد لما دري انك انخطبتي لصبري بيك. وليش؟ ما هو بصراحة انس ويداد عجاج ما بيخبي علي شيء، وانا بعرف كل شيء صار بيناتكم، بس يعني شو بده يساوي؟ انت بتعرفي انه ابوه ماله موافق، كل شيء اجى ضده، وهو بيعرف انه انت مالك كلمه على ابوك، بقى شو بده يساوي؟ يعني مو حابب يتدخل لحتى ما يساوي مشاكل بالحاره. طيب يسلموا سطيف. بدكم شيء غيره؟ لا سلامتك. يلا خاطركم. مع السلامه. هذا اكيد صبري هو اللي بعت التحري ورا عجاج مشان يقرطفوا من الحاره. وهو شو له مصلحه يقرطفوا من الحاره؟ يجوز يكون وصله خبر انه انت وعجاج بتحبوا بعض. انت يكون قال له يعني؟ مين قال له؟ مين قال له؟ ليش في شيء بتخبى بهالحارة على صبري؟ الله يستر كمان ما يكون عم يتنصت على بيوتها. وهو ليش هيك عم يساوي؟ هي شغلته يا وداد، شغلته. شغلته يأذي الناس ويتنصص عليها؟ هو رضيان شغلته وداد. بس أنا مو رضيانة. مو رضيانة عليه ولا على تصرفاته. ولا أي واحد بيوقف معه. حتى لو كان أبوك. صبري بدي اسألك، وراق ابو شريف لساهم عندك؟ اي وراق؟ وراق البيت والدكان يلي اخذتهم من بيت ابو شريف. اي عندي عندي، ليش بدك اياهم؟ يعني بيني وبينك بدي ارجع له اياهم. وليش بقى؟ لك صار اكثر من 20 مره سائلني شو صار معك يا رشدي؟ وان شاء الله لقطوا الحرامي. بيني وبينك أنا وعدته إني أسأله عليهم. بعدين هاي وراق ما بتنفعنا بشي. ما هي؟ رح أرجع له إياه، بس ما رح أقول له لقطنا الحرامي. شو رح تقول رشدي بيك؟ يعني رح أقول له الشرطة بالصدفة لقوهم بالأرض وجابوهم على المحفوظات وأنا جبت له إياه. أنا ماني موافق على هالشي. وليش مالك موافق؟ لأن ما بدي إياه يفكر بينه وبين حاله ويسأل أنت منين جبت له الوراق وما فيهم سند الأمانة. لا رشدي بيك الله يخليك، خلينا نضل عم نشتغل على هالسي لبين مصير الدكانة إلنا، وما بدنا حدا يشك فينا. هيك إذا كان هيك أنا موافق، بس شو صار معك أنت بهذا صاحب البويكية؟ عم أدور عليه، بس رجالي لسه ما التقوا فيه. على كل نطمن كل شغلته يومين ثلاثة وبعدين بنعرفه ونساوي اللي بدنا اياه. يا بس ما تطول الله يرضى عليك، لانه التاخير مو لصالحنا بنوب. قد ما طولت ما راح يصير الا اللي بدنا اياه يا رشدي بيه. ايه اكن على خير الله. لا تنسى العشاء، انا وداد عم استناك ان شاء الله. بدي اسالك، ما لقطوا العجاج؟ لسه. شو عم نستنى يا صبري؟ سيدي ما عم نلاقي، شو نساوي؟ لك اخي دور عليه، دور عليه، لا تهمل الموضوع الله يرضى عليه. امركم سيدي. يلا خاطر الله. لك بشو عم تفكر يا رشدي؟ انا حاسس في لعبه عم تلعبها من وراي، بس لازم اسبك عليها. بعدين ليش بدك عجاج يصير عندي؟ ليش؟ شلهوب عندك سيدي. بتروح فورا على البستان بتشوف زكريا وسليمان وينهم. حاضر سيدي. بسرعه. حاضر. يلا يا ابي يلا. امي امي الله يرضى عليكم. يا سيدي هي الغرفه اللي راح بتعيش فيها. بس هيك مو كثير لخالي. لا لا مو كثير خالي، مو كثير بنوب. ليش انا في عندي اغلى منك ومن وجهها. بس يا خالي انا اللي مجبور جيب الجهاز مو انت، حتى لو كنت خالي. بكرة يا خالي وقت اللي بتكبر بصير في عندك بنات غرض الجواز والخطبة، راح تعرف ليش أنا عم أركض بإيدي ورجلي لحتى ترضى عني يا خالي. بس يا خالي أنت اللي لازم ترضى علي مو أنا اللي لازم أرضى عليك. صحيح قبل ما تخطب بنتي صحيح،
أنا لازم أرضى عليك. أما بعد ما صار الصهري فصار لازم أنا أرضيك يا صهري. الصهري يا خالي ساتر العرض. طالما أنا عرضي مستور معناها أنا بألف خير وبألف نعمة. ومو عيب يا خالي، مو عيب إذا أنا بخدمك لأنك صاين عرضي يا خالي. الله يخلي لي إياك يا أخي. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك ويوفقك يا ابني. يلا همي شباب همي. أبو مسدسات كمبسات لقمو تشرو وان. صار معك بسم الجردين؟ ان شاء الله مشي الحال. لا والله يا شلهوب ما مشي الحال، وهذا الجردون الكبير عم يضايقني كثير وماني عارفان شلون بدي اخلص منه. سيدي اذا ما زبط السم في الف طريقه لخلصك منه. خير ان شاء الله. على كل شو بيصير معي راح خبرك مشان اخذ شهرك. خدامك انا سيدي خدامك. وينك؟ نعم سيدي. بيجيب لي زكريا وسليمان بكره. بعيونك حجب لك اياهم محملين يا سيدي. لا 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 ما تدورهم بنوب، بدي اياهم سالمين ما صايبهم شي بنوب. امرك سيدي امرك. يا مستعجل وقف لالا لو تاخر اسلام ما كنا اللايحه البوايكيه اللي بداها صبري يا فندي. لا والانكى من هيك انه ما حدا عرفه لهذا ابو عرفان البطيخ الاعراج ولا حدا دلنا عليه. استغفر الله العظيم. امشي امشي. والله مالي عرفان شو بدنا نساوي لك يا سلمى. والله مالي عرفان. ايوه لك شو صاير؟ شلون هيك؟ لك شايله هون حرامي؟ شو حرامي؟ شو بده يجي الحرامي يسرق من عنا؟ لك انا ببريق الشاي. لك شو بدك هلا ببريق الشاي؟ بتاع خلينا نفكر نشوف مين اللي شغله. حاطط الكيفات فيه. يخرب بيت قلبك لك يا سلمو. لك انا كم مره بدي فهمك يا حمار انه الكيف حفير تحت الشجره وحطه. لك شلون بتحطه بالبريق؟ يخرب بيتك شو حمار ما بتفهم. لك ما بتفهم ولا بدك تفهم حمار. مقبوله منك اخي زكو مش الحال. وش ليكون يا سلمو؟ لك انا كم مره بدي ربيك وقول لك لك يا سلمو بقول لك هيك بتساوي هيك بقول لك لا تعمل هيك لا تعمل هيك قديش بدي ضل عم فهمك يخرب بيت قلبك جناب مطلط ناب. عود بلا لعي عود حاجة لك خلينا نلف النبوريتين احسن من كل هالعي. عود حاجة لك قوم ولا قوم شغل النار. لك قوم احرق شغل النار. شغل النار عمرك شو غليظ المفروض رمزية تضل بالبيت تخدمنا، ليش خليتوها تروح على بيتها؟ بس ما في داعي تضل عنا. شلون ما في داعي؟ اليوم عنا عزيمة عشاء لصبري يا افندي، مين بده يخدم الضيف؟ خلص بابا روق، أنا وفادية بنقوم بالواجب. لا. من اليوم ورايح رمزية ما بتروح على بيتها لحتى تساوي كل شغل البيت، ودوامها لبعد العشاء بساعة. إيه بس والله حرام هيك. رمزية عندها أولاد صغار وبدها تربيهم. تربيهم لما بترجع على بيتها. بعدين جوزها قاعد بالبيت لا شغلة ولا عملة. بابا رمزية جوزها عاجز. عاجز؟ يا بابا المهم انه قاعد بالبيت جنب الاولاد لا شغله ولا عمله. البابا معه حق والمفروض كمان تنام عنا بالبيت. بتنام عنا وقت ما يكون عندها اهل. رمزية عندها بيت ولاد وجوز عاجز افهموا بقى. Thank you.
شو؟ رايح لعندها؟ صبري فوتي لجوا. صبري ليه عم تنفل علي الباب؟ يا بي جدي ضاع المفتاح وبوابك بتبكي على اللي راح، ما ضل طعمه لون. قلي شلون يا بي جدي ماتت الأفراح. ليش الغدر والحقد دعبوا بالكاس والآدمي كلهم عن ينداس؟ يا صار المسجون وين الناس؟ صار الأصيل حارق سوار. يا بيت جدي ضاع المفتاح وبوابك بتبكي عاللي راح، لا تورطوا لا دوروا لا نوروا فيه جمال الكون يتجلى، عتبان قلبي عالبشر كله كله من ايدينا يا حسرة علينا، ذكرنا بهاد المحبة وعالقرب تربينا عالقرب تربينا كله من ايدينا يا حسرة علينا، سكرنا ابواب المحبة وعالغربة تربينا. كنا يا دنيا جيران وحيطان تساند حيطان، بحارة كبكوبة خيطان وملفوفة علينا. كنا بإيدينا جيران وحيطان تساند حيطان، بحارة كبكوبة خيطان ملفوفة علينا. كنا بإيدينا جيران وحيطان تساند حيطان، حركة بكوبة خيطان ملفوفة علينا. هشوا يلي هشوا عطفونا وضلوا يلي ضلوا يحمونا، داري كل شي بيشبه كل شي داونا جنينا وكله من ايدينا. بدنا بيت بدنا بيت يسع الكل، بلكي داوينا من الذل ونرجع ناس وما تنداس الكرامة اللي فينا. يا حسرة علينا يا حسرة علينا.